60 مليار ريال مهدرة في المشاريع الحكومية سنوياً وتوجيهات عليا للتدقيق في عقود الوزارات كل 90 يوم. وأيضاً نتابع أحداث جامعة الملك خالد وأيضاً لقاء أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بالطلاب اليوم وماذا حدث في هذا اللقاء. وأيضاً معنا في هذه الحلقة رحلة على متن دراجة نارية عبر 22 دولة من أجل إنشاء مستشفى لمعالجة سرطان الأطفال في فلسطين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يا هلا. أشكر دائما كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا، وننطلق من أخبار المملكة العربية السعودية اليوم وأبرز ما كان فيها ولكن في الصحافة السعودية تحديدا. أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أخيرا حكما يقضي بسجن متهم على خلفية فاجعة جدة لمدة 365 يوما وتغريمه 1000 ريال مع وقف التنفيذ لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية. وهو أول حكم في قضية تتعلق بفاجعة السيول التي دهمت جدة في نهاية عام 2009 وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه ولأنه يعول أسرة كبيرة. بدأت هيئة مكافحة الفساد ملاحقة الأخبار والقصص المنشورة في الصحف اليومية بصورة منظمة بغية الاستعانة بها في كشف قضايا الفساد ذات الصلة باختصاصات الهيئة. وقال مصدر مطلع إن فرق بحث متخصصة ترصد المعلومات الواردة في الصحف ومن ثم يجري استيفاء تلك المعلومات بشكل كامل. وأشار المصدر إلى وجود لجان مشكلة من قسم التحقيق والتحري في الهيئة تعمل يوميا على التواصل مع الصحفيين لمعرفة كافة التفاصيل، مشددا على أهمية نشر المعلومات الصحيحة. كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد أتخيفي عن البدء اعتبارا من الأسبوع الجاري بفرض المزيد من الرقابة على تطبيق تأنيث محل الملابس النسائية. وأشار إلى أن الوزارة عمدت إلى إشراك المجتمع في عملية المراقبة والمتابعة من خلال الإبلاغ عن المحال المخالفة عن طريق البريد الإلكتروني وخدمة العملاء. وأضاف أن الوزارة بدأت أخذ الإجراءات اللازمة لإغلاق أي محل مخالف مثل أن يعمل فيه رجل سواء كان مواطناً أو وافداً. وصل أحد الطلاب في جامعة طيبة في المدينة المنورة قراراً بالفصل بدلاً من نتيجة الاختبار، وذلك عقب مشاركته في اللقاء المفتوح مع مدير جامعة طيبة، حيث طلب خلال اللقاء مدير الجامعة بالجلوس مع نفسه ليعلم مدى بعده عن النجاح في إدارة الجامعة. فما كان من مدير الجامعة إلا الرد على الطالب في حينها بالقول: عرفناك عرفناك، أنت موجه ومشاركتك للبحث عن الإثارة فقط. أكدت وزارة التعليم العالي أنه ليست هناك أي نية لاستبدال السنة التحضيرية في الجامعات بسنة رابعة في المرحلة الثانوية في التعليم العام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزارة لم تبحث فكرة إلغاء السنة التحضيرية والاستعادة عنها بسنة رابعة لطلاب وطالبات الثانوية العامة كشرط أساسي لاستكمال الدراسة الجامعية. أكد مصدر مطلع أن بإمكان المستثمرين استيراد أي كميات من الإسمنت في دول الخليج والدخول بها للسوق السعودية دون فرض أي رسوم جمركية أو قيود، إضافة إلى عدم الحاجة إلى أخذ رخصة استيراد. يأتي هذا التأكيد بناء على ما دار خلال الأيام الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الإسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال بقاء الرسوم الجمركية. ندق على حد الحين بالكوع ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافة السعودية. نتابع المقال الأكثر قراءة في جريدة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان: ما في بالبلد إلا هالولد،
يتحدث الشيحي في مقاله عن الكفاءات الموجودة والتي يجد أنها تملأ البلد في كل المجالات، بداية من المقرئين والمتحدثين والعلماء والإعلاميين وغيرهم. نلتقي بهم في حياتنا اليومية فندهش لتجاهلهم ويتساءل: ما السر في احتكار قلة قليلة للمنابر في بلادنا؟ ما السر في تكرار الأسماء في كل حفل أو مناسبة أو مؤتمر؟ فتجد ذات الضيوف يطلون عليك كل ليلة من كافة قنوات التلفزيون، يلوكون ذات الآراء والموضوعات كل مرة، وكأنه لزام عليك أن تنال ذات العقاب كل مرة. ويذكر الكاتب بأن فعاليات البلد كثيرة ومختلفة في الداخل والخارج، ولذلك يفترض الشيحي أن تتاح الفرصة للكفاءات المختلفة، أسماء جديدة، لغة جديدة، المنابر فضاء مفتوح للجميع، ولا ينبغي أن نحصرها في مواصفات معينة أو نفصلها على مقاساتنا. ويختم بقوله: التغيير مطلوب والتجديد أمر صحي، ولذلك فالمنتظر أن تتاح الفرصة للجميع دون استثناء أو مواصفات خاصة. المقال الأكثر تعليقاً في جريدة عكاظ للكاتبة صيغة الشمري بعنوان: مريض نفسياً، عذر قديم. لا تستغرب الشمري عندما تظهر لدينا مشكلة ونبدأ بإلقاء التهم جزافاً هرباً من مسؤوليتنا تجاه هذه المشكلة، وترى أن الأعذار هذه أصبحت قديمة ولم تعد مقبولة. وتذكر الكاتبة قصة عن آخر هذه الأعذار عندما أقدم ممرض يتيم وفقير على الانتحار، قالوا بأنه مريض نفسياً، وتقول: هذا عذر لم يعد مقبول لدينا، لأن وزارة الصحة لا تعرف أن كل مريض نفسي على وجه أرض السعودية هو مسؤوليتها وأمانة في عنقها. وترى الشمري أنه يجب احترام ذوي المنتحرين ولا نجرح مشاعرهم بوصف ابنهم المنتحر بأنه مريض نفسياً. وتجزم الكاتبة أن استقدام مئات الألوف من الفلبينيين وتدريبهم على رأس العمل أمر يصيب قلوب أبنائنا بالقهر، وتجد أنه يجب مساءلة وزارة الصحة عندما ألغت الدبلوم الصحي وضيقت الخناق على أبنائنا الذين اتجهوا لمهنة التمريض عن هذا القرار، وإبطال حجتهم التي يتذرعون بها وهي ضعف مستوى الخريجين، مبررة بذلك أن الوزارة عندما تستقدم الممرضين الأجانب تقيم لهم دورات تدريبية حتى يصلوا لمستوى مهني عال. وتختم الشمري قائلة: ما تفعله وزارة الصحة وما يحدث تحت أروقتها يحتاج إلى وقفة صادقة وعاجلة لمعالجته. وجاء التعليق الأبرز من القارئ ممرض عاطل 3 سنوات الذي أرسل: الأمر الملكي لم ينفذ بالشكل المطلوب وتستمر الصحة بالتعاقد من الخارج، وأكبر دليل انظر إلى المستشفيات والمراكز الصحية والهلال الأحمر والصحة المدرسية والمستوصفات جميعها أجانب، ونحن عاطلين أبناء الوطن المؤهلين. اختيار يا هلا لمقال من جريدة الشرق للكاتب فهد عافت بعنوان: تسديدات. يضع الشاعر والكاتب بعضا من التسديدات في الصميم، اخترنا منها: في كرة القدم تكثر فرص التسجيل حين يكون كل اللاعبين محترفين حقا أو لاعبي حواري، ويرى أن المجتمع المنتفخ كان منفتحا ثم أغلق. هيئة مكافحة الفساد، فساد مكافحة الهيئة، مكافحة هيئة الفساد، هيئة مكافحة الفساد، هيئة فساد المكافحة، فساد هيئة المكافحة. القراءة للجميع. الذي يكتب بغير لهجته أو الذي يكتب بغير لغة يتقنها حقا، كمن يستخدم الريموت لتغيير الصورة في المرأة ويقول: لا يكفي أن تصمت لتكون مستمعا جيدا، الاستماع فن له أدواته. ويجد الشاعر في تسديدته أن الأمم المتحضرة حقا هي التي تتمتع بأخلاقيات من نوع العين ما تعلى على الواجب. ويختم تسديدته الأخيرة بقوله: كثير من الشعر الشعبي الذي أقرأه منذ فترة يذكرني بما هو مكتوب على واجهات بعض المحلات التجارية للمستلزمات الرجالية. هذه العين ما تعلى على الواجب، يعني في الصميم من فهد عافت. عموما نتابع نشرتنا مع أخبار المملكة العربية السعودية، هي طبعا نيبس، هي ما تعلى الحاجب، بس هو وظفها العين ما تعلى على الواجب، وهذه يمكن مرتبطة بالخصوصية، أوقات خصوصية اللي ما هي دائما مفيدة. نتابع نشرتنا مع أخبار المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. في
337 ألف زائر لمعرض الكتاب بالرياض دفعوا 870 ألف ريال خلال يومين. 17 عدد الدرجات التي تقدمتها السعودية في تصنيف مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية. 484 مليار حجم الاستثمارات في القطاع العقاري بحلول عام 2020. 46% من ربات البيوت يهملن وسائل السلامة وإرشاد الخادمات. طبعا الحقيقة احنا يعني لازم نتابع موضوع جامع الملك خالد، ولكن الجميل في الأمر الأصداء الإيجابية للقاء أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بالطلاب. أمير منطقة عسير وعد بنقل كافة مطالب الطلاب والطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أثناء طبعا لقائه صباح اليوم بأكثر من ما بين 300 إلى 500 حسب ما ورد لنا طالب من طلاب جامعة الملك خالد بأبها بمسرح عمارة المنطقة. وقال الأمير فيصل بن خالد: وأكد أنني لن أرضى أبدا أن يشكك كائنا من كان في وطنيتكم وولائكم، فأنتم صمام الأمان لهذا الوطن ومصدر قوة للوطن والثروة الحقيقية وقادة المستقبل. وأوضح أمير منطقة عسير أنه قال أن ما يعني حصل خلال الأيام الماضية ما تطالبون به هو حق مشروع لكم، فأنتم لم تطلبوا إلا تحسين وتطوير المستوى التعليمي الجامعي، وهذا مطلب شرعي يدل على حرصكم واهتمامكم بأن تكونوا أعضاء نافعين لخدمة هذا الوطن الأشم. وأضاف يقول: أبنائي وبناتي طلاب وطالبات جامعة الملك خالد، أطلب منكم قبل مداخلاتكم وأن تحافظوا على أمن هذه البلاد، فأعداء هذا الوطن من خارج المملكة قد استغلوا ما حصل من خلال بعض وسائل الإعلام لأغراض أخرى، وكما تعلمون أن هذه البلاد التي قامت على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود طيب الله ثراه منهجها القرآن والسنة وتطبيق شرع الله، ولنا خصوصيتنا الإسلامية والعربية التي لا تخفى على الجميع. وكشف الأمير عن لجنة ستزور مقر الجامعة وجميع الكليات بالمحافظات لتقييم مستوى الخدمات وإعطاء الطلاب حقوقهم المشروعة. وطالب الأمير فيصل بن خالد جميع الطلاب بالانتظار قليلا ودعم وعدم الاستعجال والانتظام في الدراسة، وقال أن أنا معكم قلبا وقالبا، وسوف يكون لي بكم لقاء سنوي في أماكنكم في حرم الجامعة، داعيا سموه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ الشعب السعودي من كل مكروه. إذن اللقاء كان إيجابي جدا، وأجمل ما فيه أنه الرفض نهائيا عدم التشكيك بوطنية هؤلاء. أيضا امتدح في نهاية اللقاء أهل المنطقة وتاريخهم وإلى آخره حسب ما وردنا. أيضا الطلاب الحقيقة طالبوا بأنه يتم معاقبة حسب من تشوه أو من قذف الطلاب والطالبات اللي احتجوا وقال أنه أخلاقهم، وأخذ ودون أيضا الاسم حسب ما ورد لنا. أيضا الأمير فيصل بن خالد تحدث عن أنه الملك هاتف وطلب منه لقاء الطلاب، وهو حريص جدا الملك وأيضا الأمير فيصل بن خالد على ذلك. أيضا سألوا عن وقت زمني فقال في أقرب وقت، ولكن طالبهم كما أوردنا بالانتظام في الدراسة، وهذا جيد. أيضا كنا الحقيقة نطالب إحنا من أول يوم أنه هذا اللقاء يكون وهذا التوضيح يكون، لأنه هو إيجابي، وهذا والدليل على أنه مطالب الشباب يعني ما عندهم أي أهداف أخرى، وأكدها الأمير أنهم على طول امتثلوا ذلك واقتنعوا، وهم منتظرين للقرارات اللي راح تكون مفيدة للجامعة ومن يدرس ومن يعمل في الجامعة، لأنه هذه الجامعة فيها مشاكل كبيرة وبانت الحقيقة بعد ما صار هذا الاحتجاج، وكان في تحذيرات كبيرة جدا من أكاديميين كثر منذ أعمام وشكاوى قديمة.
لكن إن شاء الله أنه تنحل مشاكل الطلاب والطالبات هناك. أي معلومات جديدة راح نردها لكم. وأيضا إحنا كذا راح نروح فاصل يا شباب. طيب نروح فاصل وبعدين نروح نشوف 60 مليار هذه اللي سنويا تروح فيها، لكن بعد الفاصل. ستون مليار ريال مهدرة في المشاريع الحكومية سنويا، وتوجيهات عليا للتدقيق في عقود الوزارات كل 90 يوما. أهلا وسهلا بكم. قدر مختصون هندسيون حجم الهدر المالي في المشاريع السعودية بنحو 60 مليار ريال سنويا نتيجة عقود الباطل وسوء التنفيذ من جانب المكاتب الهندسية، إضافة للهدر المالي باستخدام المواد في صناعة التشييد. في حين أكدت التقارير الصحفية اليوم أن توجيهات عليا صدرت لوزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة جميع مشروعات الدولة المعتمدة لدى الوزارات والجهات الحكومية كافة من خلال التنسيق مع وزارة المالية والرفع بالتقرير عن أدائها كل 90 يوم، تتضمن المشروعات المنفذة لدى الجهات الحكومية ومدى التزام الجهات المعنية بها. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ عقل الباهلي، وينضم لنا من هناك عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور عبد العزيز العريار. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء. دكتور عقل، أكد يعني دكتور عضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين المهندس نبيل عباس الصحيفة الاقتصادية في 3 مارس الماضي أن نسبة الهدر في المشروعات في 7 عقود الباطن وسوء تنفيذ المشروعات تبلغ نحو 60 مليار ريال سنويا. كيف تقرأ هذا الرقم وما هي مؤشراته برأيك؟ ما أسمع أستاذ عقل، تفضل. في الحقيقة هذا الرقم طبعا مزعج، وهذا يعني المباشرة، الخسارة المباشرة. هناك خسائر غير مباشرة، يعني بمعنى تأخر المشروع يتسبب بالإضافة إلى الهدر المالي الموجود، يتسبب في عدم الاستفادة الاقتصاد من هذا المشروع. وهناك طبعا لو قلنا معامل أو يعني مضاعف 4 أو 5 مرات يكون التكلفة أكثر من 240 مليار وليس 60 مليار فقط. فلذلك هذا هدر كبير، وتكاليفه الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة كبيرة، ويجب أن ينظر في يعني حلول لهذه المشاريع، تجزئتها من قبل الدولة بدلا من أن تكون مشاريع كبيرة ويتم من المقاول الرئيسي إعطائها لعدد من الباطن بأسعار منخفضة وبتكاليف كبيرة على الاقتصاد. يجب النظر في يعني مساعدة المقاولين أيضا، أمور كثيرة يعني يجب أن ننظر إلى الجانبين، الجانب الدولة وجانب المقاول، بحيث أن الدولة تقوم بواجبها في متابعة المشاريع وفي تجزئة هذه المشاريع، بحيث يمكن المقاولون الصغار من المباشرة التعاقد المباشر مع الدولة ويكونوا مسؤولين أمام الدولة لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبالنوعية والكفاءة والاستفادة المثلى منها. نعم أستاذ عقل، يعني تشير المعلومات إلى أن الكثير من الوزارات بدأت بالتعاقد مع يعني مراكز إعلامية متخصصة لإبراز الوجه الحسن، إن كان هناك وجها حسن لإداراتها وإبراز جهودها للرأي العام. كيف تقرأ هذه المعلومة؟ يا زملائنا في الرياض، أتمنى بس تكونوا معنا قلبا وقالبا في هذه الحلقة. أستاذ عقل تسمعني؟ فاصل 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 ونعود فاصل ونعود. أهلا
أهلا وسهلا بكم من جديد ضيوفي الأعزاء. رحب فيهم الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ عقل الباهلي، وينضم لنا من هناك عضو مجلس الشورى السعودي سابقا الدكتور عبد العزيز العرير. احنا نتحدث عن هدرة 60 مليار في المشاريع الحكومية سنويا، وتوجيهات منه مراقبة العقود متابعتها خلال كل 90 يوم. طبعا الهدر هذا يعني يقال انه السبب العقود الباطن. سألت الدكتور عبد العزيز السؤال، والآن أسأل الأستاذ عقل. تشير المعلومات إلى أن يعني كما ذكرتك أنه الكثير من الوزارات بدأت بالتعاقد مع مراكز إعلامية لإبراز الوجه الحسن يعني اللي دارتها، تعليق على ذلك. أولا مساء الخير. الحقيقة طبعا أنا قريت يعني النص اللي صادر في الجرائد، هو أيضا ما أعرف أنا ليش، بالرغم أنه توجيه، يعني إذا كان توجيه بهذا الحجم أعتقد أنه مفروض أنه يكون واضح وجهة اللي مصدرته هو. بالتالي يعني أنا الحقيقة أعتقد أنه حتى أيضا ما أشير، هل مثلا وزارة الاقتصاد والتخطيط هل هي يعني هذا كان ضمن برامجها وضمن يعني مهماتها سابقا ولم تكن تفعل هذا، أو هذه ثقة بالدكتور محمد الجاسر، وإن شاء الله أن يكون محل الثقة، لكن ربما يكون أضيف عبء على الوزارة، فإذا كان أضيف عبء ربما يحدث شيء من الإرباك. ولكن في الأساس أنا أعتقد أنه يعني حتى مسألة المراقبة، مسألة التقارير، يعني أنا على يقين بأنه لا يستطيع، يعني مو بلا يستطيع، لكن لن يقدم أي وزير سواء الدكتور محمد الجاسر أو غيره إلى إصدار شيء يعني مضر بجهة بوزارة أخرى، لأنه سيكون هو في مواجهة مع الوزير. ونحن نعرف يعني كل الوزراء وكل قضايا الناس اللي أحيانا تتعرض إلى الاضطراب والتأخير وحتى التجاوز هي فيها نوع كثير من قضية أنه هذا الوزير أو هذه الجهة لا تريد أن تظهر عيب هذه الوزارة أو هذه الجهة، ولذلك دائما يتحدثون كل هم الوزراء والمسؤولين، كل همهم يتحدثون أمام الناس أنه لخدمة الإنسان وخدمة المواطن، ولكن لما تشاهد الإعلام والصحف تشاهد أن كل المواطن من الشرق إلى الغرب، من الغرب إلى من الجنوب إلى الشمال، الجميع على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة كلها تتحدث عن نواقص ومضار وعجز في الأجهزة الحكومية، وبالتالي أنا يعني لست متفائلا. أنا أعتقد أنها خطوة ربما تكون في الاتجاه الصحيح، لكن أنا كنت أتمنى يعني لو أن هناك، يعني عندنا لسوء الحظ عندنا مثل المجلس الاقتصادي طيب الذكر، ما أدري وين راح هذا ولا وش يسوي ولا شفنا أي شيء. يعني هذه المسألة كان مفروض أنه يخطط لها المجلس الاقتصادي ويولي لها هيئة أو شيء، أو يعني مسألة الفساد، مسائل الحقيقة أنا ما أعرف يعني هذا التوجه هل بيعطي يعني جدوى، هل هو سيعطي يعني ثمار. أنا أعتقد أنه الملك عبد الله يعني حريص كل الحرص، هذا أكيد، ويبذل جهد، ولكن أعتقد أن هناك خلل في الشكل الإداري في الدولة في مسألة من المسؤول، ومن حتى مسألة المشاركة الشعبية، يعني الرقابة الآن الوزارات يقول، يعني أنا قرأت في الخبر ربما يكون فيه لبس الحقيقة موضوع المراكز الإعلامية، أنا سمعت يعني أو قرأت أو فهمت فهمي للقراءة حول الإعلام أنه يعني وزارة التخطيط ستسعى للاستعانة بالإعلام إلى كشف النواقص وتقديم تقارير إعلامية عن ما ينفذ، هذا أحد الفهم. وهناك فهم أيضا خطر على بالي أنه بما أنه كان الآن موجود يعني هناك تقارير ستكتب، وبالتالي ستستنجد الوزارات يعني إلى مكاتب علاقات عامة، شركات إعلام، لإثبات وإظهار بشكل تفصيلي ودقيق، ولا بأس أحيانا من الزيادة يعني في بعض الأشياء حتى تأخذ الصورة
اللائقة في الوزارة كما تعتقد. أنا أعتقد أنه يعني لو كانوا المسؤولين يعني يشعرون بالمسؤولية مثل ما يشعر فيها ويفكر فيها خادم الحرمين الشريفين، أنا أعتقد ما وصلنا في أبها في الجامعة ولا في الإسكان ولا في الفقر. وأنا يعني أعتقد أنه حان الأوان إلى أن يوكل يعني موضوع الرقابة على الدولة على أجهزة الدولة إلى جهة شعبية رقابية، مجلس شورى منتخب، برلمان منتخب، شيء يعفي صانع القرار، يعفي الملك عبد الله حفظه الله من كل هذا الجهد الهائل. واللي الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه يعني جزء من 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 متاعبه هو أنه يشوف أنه الفلوس تدفع ولكن الشكوى دائمة في وسائل الإعلام وعلى أكثر من صعيد، والتململ نحذر منه، والتململ يعني عبرت عنه جامعة أبها. وبس في إضافة أخيرة يعني لأنه الحقيقة مؤلم جدا أن يقال عن طالبات وطلاب أنهم لديهم نوايا وعندهم أجندات. يعني الأمير فيصل خالد نفى ذلك اليوم الحقيقة. الأمير فيصل خالد نفى ذلك وندد بمن يقول ذلك، قال يعني لا نقبل أحد يشكك في وطنية الطلاب والطالبات، وقال هم يطالبون مطالب مشروعة وكان هذا إيجابي. لكن خلني أذهب للدكتور العرائر. دكتور، يعني التقارير الصحفية اللي هي يعني أيضا مبرر لنقاشنا اليوم قالت أن توجيهات عليا صدرت لوزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة جميع مشروعات الدولة المعتمدة لدى كافة الوزارات والجهات الحكومية من خلال التنسيق مع وزارة المالية والرفع بتقارير كل 90 يوم عن كافة المشروعات المنفذة ومدى التزام الجهات المعنية بها. أولا يعني هذا التوجيه يعني جيد ويعني الناس راح يكون سعداء فيه، لكن إلى أي مدى سيحد من الفساد، وما هي الآلية المثلى أو الجديد الذي سيأتي به هذا النظام وهذه الرقابة عن السابق، يعني يخلي الناس مطمئنة ويخلي صانع القرار اللي يقر الميزانية أيضا مرتاح ونضمن المراقبة. دم إحنا عندنا جهات رقابية، عندنا مكافحة هيئة الفساد موجودة، بس شو اسمه كتب عنا أحد الزملاء الكتاب الأستاذ خلف الحربي قال هيئاتنا مستحية، يعني هيئة مكافحة الفساد، لأنه أول ما كشفوا بالتعاون مع وزارة الصحة وقعدوا يتضاربونهم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تقول حنا اللي كشفنا وهم يقولوا حنا اللي كشفنا مشكلة في وزارة الصحة في الطائف، لا علمونا وين المنطقة ولا علمونا يعني، والتشهير عندهم لازم بقرار، يعني ما كانت مرضية إلى حد الآن هيئة مكافحة الفساد، وإحنا دائما لهم حق الرد إذا أرادوا. عندنا هيئة الرقابة والتحقيق، عندنا ديوان المراقبة، عندنا المباحث الإدارية، يعني عندنا أكثر من جهة هي تراقب وتتابع هذا القرار. ما الجديد اللي فيه؟ ايش يعني مصباح على الدين او الشيء السحري اللي ممكن يكون فيه؟ والله وزارة التخطيط والاقتصاد كانت تقوم في السابق بمتابعة تنفيذ المشاريع تقريبا دوريا وترفع تقارير عن نسبة الإنجاز في كل وزارة، وهذه التقارير لا تزال يعني كان هناك ايضا لجنة وزارية، وعندما أنشئ مجلس الشورى توقفت أعمال اللجنة الوزارية، وأنا أعتقد أن وجود لجنة وزارية مهم جدا حتى يكون لها نوع من القرب من الأجهزة التنفيذية ومتابعة هذه المشاريع المتعثرة. أنا أعتقد الجديد فيها أنه طلب من الإعلام سواء المرئي أو المقروء أو يعني الإعلام بكل أنواعه أن يساعد الدولة في تلمس المشاريع المتعثرة في المناطق وفي المناطق النائية بوجه خاص، بحيث يكون هناك متابعة لصيقة ودقيقة وتستفيد الوزارات منها بدون شك. يعني مجلس الشورى أيضا يقوم بدور رقابي، دول مراقبة مثل ما تفضلت، الممثل المالي في الوزارات يقوم أيضا برقابة قبل الصرف وبعد الصرف، ديوان المراقبة العامة
وأيضا الهيئة الجديدة هيئة مكافحة الفساد يعني تقوم بدور إن شاء الله يعني مؤملين أن يكون دور كبير، لأن على رأسها إنسان مؤهل وخبير في الأعمال الإدارية، وإن شاء الله نتوسم فيه النزاهة وهو أهل لها إن شاء الله. وكذلك الدكتور محمد الجاسر في يعني هذا عمل جديد له وإنجازاته معروفة، وإن شاء الله أنه التعاون بين الوزارات وهيئات الرقابة يعني أول حل أي مشكلة هي يعني التعرف على حجمها والاعتراف بها، ونعتقد هذا شيء جميل وتوجيه من خادم الحرمين يعني في وقته، ويكمل الجهود المترابطة بين الجهات الحكومية وبين القطاع الخاص، والخصخصة أيضا وسيلة أخرى لرفع العتب عن الحكومة. يجب أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر، يعني الحكومة لا يجب أن تدخل كمنافس للقطاع الخاص سواء في الإسكان سواء في العمارات اللي الآن تبنيها الدولة في كثير من الجهات سواء لمقراتها أو غيرها، يجب أن يقوم بذلك القطاع الخاص وأن ينفذها باحترافية وأن يكون مسؤولا عنها، وتقوم الدولة باستجارها مثلا أو شرائها من القطاع الخاص. يجب أن يكون هناك دور أكبر حتى ترفع الحرج عنها، تقوم القطاع الخاص يقوم بكثير من الأمور التي تقوم بها الدولة الآن، ولا يجب أن تكون الدولة يعني حجم الدولة في الاقتصاد يجب أن تدريجيا يتقلص إذا كنا نسعى إلى اقتصاد حر ومفتوح، وترفع الحرج عنها الدولة في أن يقوم المجتمع ككل في المراقبة والمتابعة. لدينا الحقيقة تأخر في تكليف القطاع الخاص والشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص والله الحمد في سنوات كثيرة أصبح قادر على إنجاز مشاريع على مستوى عالي من التقنية ومستوى عالي من الكفاءة، ونحن نرى في كثير من المصانع وغيرها يقوم بها القطاع الخاص وهي بالمليارات وتنجز في وقتها. أما المشاريع الحكومية يجب أن أيضا يكون لها برنامج مشاركة مع القطاع الخاص بالمتابعة بالتنفيذ بالمراقبة، والاتجاه الآن إلى الإعلام أنا أعتقد اتجاه محمود وممتاز، والإعلام يقوم بدور كبير في تلمس هذه المشاكل وإظهارها إلى العيان. نعم، أعود لك أستاذ عقل، يعني أنا يعجبني إذا جيت أستاذ عقل يعني يكون عندك أجندة خاصة، يعني مثلا نسأل سؤال وتجاوب على السؤال بعدين كذا يكون في بالك شغلتين ثلاث تحطها في أول إجابة. بس خلني هذا أنت يعني يحق لك ما لا يحق غيرك لأنك يعني شريك لنا في ذا البرنامج وضيف دائم، لكن أنا ودي أسألك سؤال وتجاوبني على السؤال فقط هذه المرة. يعني إن شاء الله. نعم، تشير المعلومات يعني أو خلني أسألك عن أنه هناك من يسأل عن أسباب وجود الكثير من المناغصات، سواء مسألة الفقر أو البطالة أو فساد المشاريع وغيرها من الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطن، بالرغم من ضخامة ميزانية الدولة ودعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل لشعبه. وانت ذكرت حلول مرتبطة ببرلمان ومجلس منتخب، البرلمان طبعا لازم يكون منتخب في النهاية. سؤالي لك، من الذي يصنع هذه المنغصات وكيف يمكن إيقافه بالأنظمة المرعية الحالية؟ اللي يصنع المنغصات هي البيروقراطية والمصالح، هذا بلا شك، لأنه هناك ملفات منذ 40 سنة في ديوان المراقبة العامة، ونتذكر يعني تحولت إلى الهاتف إلى أشياء صفقات يعني كانت مشهورة ومعروفة، ومع هذا لم يعني يحدث لوزير ولا لوكيل ولا لكائن من كان. فهذولا مجموعة فاعلين اقتصاديين وسياسيين، وبالتالي يعني يشعرون بأنه الكرسي كرسي الوزارة مغنم، وبالتالي كل همهم هو تدبير أمورهم
وبالنسبة للناس أنت، أنا قلت في برنامج قبل هذا الناس مصالحهم تأتي في المرتبة الثانية بعد مصالح هؤلاء. اليوم يعني تقول أنه مسألة أنه المسؤولين يعني يتخلصون من العبء، يتخلصون من العبء لو كانوا في دولة فقيرة، نعم يبحثون عن القطاع الخاص، لكنهم في دولة غنية وبالتالي يعني اطشاش المليار يسوي شيء، فهم الآن يحتفظون بالكراسي، ولا صانع القرار يتوخى ويحضر ويختار. لكن أيضا فيه مسألة مهمة، يعني أنا اليوم لاحظت في إحدى الجرائد الدكتور توفيق في وزارة التجارة يتحدث عن الهندسة الإدارية، وهذه أنا على يقين بأنه فيه يعني بعض المسؤولين لم أصلا يعني تدخل في ذاكرته أو معلوماته هذه الجملة. أنا أعتقد أنه السعودية تحتاج إلى نماذج متقدمة، وأنا أتذكر لما عينوا هؤلاء الوزراء قلت نحتاج إلى طقمين أو ثلاثة من هالنوع، ربما يستطيعون فعل الكثير أفضل من ما نفعله الآن بهذا البطء. نعم. طيب معنا عبر الهاتف مباشرة الخبير في الاقتصاد والمصرفية الإسلامي الأستاذ لحم الناصر. أستاذ لحم أهلا وسهلا بك. عقود الباطن ومقاولي المشاريع يعني هم الأكثر اتهاما في فساد مشاريع الدولة، بالرغم من هذه المخالفات إلا أن العمل لا يزال يسير بنفس الآلية من دون تصحيح، ما هي الحلول برأيك الآن؟ في الحقيقة أنا منذ فترة طويلة كنت أتكلم عن مسألة أنه في جميع الدول إذا أرادت يعني إذا أصيب القطاع الخاص أو أصيب الاقتصاد بأزمة مثل ما حصل في أمريكا في عام 2008 نجد الحكومة توجهت إلى أن تباشر أعمال البنى التحتية وتطويرها وغيرها من باب توفير الوظائف، وكان هذا أحد يعني برامج أوباما في ذلك الحين. فهذا يعني هو أمر طبيعي أن الدولة لما تضخ أموال أنه يولد وظائف ويولد رفاه للمواطن، لكن نحن في المملكة العربية السعودية هذا ذكرت عدة مرات للأسف أن الضخ هذا لا يولد أي قيمة إيجابية للمواطن البسيط العادي، بل أنه يولد مزيد من التضخم والغلاء المعيشي. فنحن في المملكة السعودية نجد أن الدولة في الفترة هذه بدأت تضخ مليارات كبيرة جدا في السوق، ومع ذلك هذا لم ينعكس على حياة المواطن إيجابا، لا من ناحية زيادة دخله ولا من ناحية إيجاد وتوفير الوظائف وخلق الوظائف. وهذا ناتج حقيقة فيه إشكالية كبيرة جدا، وأن المشاريع الحكومية نجدها يعني مختزلة على شركة أو شركتين أو ثلاث هي التي قد أخذت الحصة أو أخذت يعني جل هذه المشاريع، ومن ثم هذه الشركات الكبرى التي أخذت هذه المشاريع أصلا ليس لديها القدرة والكفاية الكاملة للقيام بها، فتقوم بإعطاء العقود من الباطن بمبالغ زهيدة، وحتى أنها تتخلف في الدفع في كثير من الأحيان، ويضطر المواطن من أصحاب المؤسسات والشركات الصغرى وغيرها إلى أنهم يحاولون أن يتشاركوا في هذه الكيكة أو فيأخذون ما تيسر لهم من هذه الشركات ويتحملون ما أتاهم. وأنا أعتقد أن الدولة يعني كان بإمكانها أن تضع خطة وبرنامج لاستفادة كبرى للوطن وللمواطن من هذه المشاريع، بحيث أنها تنمي الشركات والمؤسسات الصغرى، وهي كما نعلم تعلمون أنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم كلها هي التي تولد الوظائف. في أمريكا حوالي 60% من الوظائف تولدها الشركات المتوسطة والصغيرة، ونحن عندنا الشركات المتوسطة والصغيرة تموت في مهدها، وكثير من اليوم من المقاولين وشركات الإنشاءات تحتضر بسبب احتكار المشاريع الحكومية على هذه الشركات الكبرى. وبالتالي احنا نحتاج نعيد استراتيجية توزيع المشاريع هذه بحيث أنها تكون لها أهداف استراتيجية من حيث توفير الوظائف، من حيث زيادة، من حيث تنمية وتنشيط القطاع المتوسط والصغير في المملكة العربية السعودية. نعم، شكرا لك أستاذ أحمد ناصر الخبير في الاقتصاد المصرفية الإسلامية على هذه المشاركة.
دكتور عبد العزيز، يعني انت دائما تفرق بين في 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 شكل الميزانيه، تقول انه من ضمن اسباب ايضا تعطل المشاريع، اذا كنت مخطئ صحح لي، انه شكل الميزانيه الحالي او نظام الميزانيه الحالي لا يتوافق مع الظروف، يعني يجب ان تكون ميزانيه مختلفه او شكل مختلف. ودنا توضحنا هذه النقطه. نعم، الميزانية التي معتمدة في المملكة الآن هي ميزانية البنود، وأنت تريد تنمية والأبواب والفصول. عفوا، وأنت تريد ميزانية تنمية. أنا أقول أن هذه ميزانية رقابة، ميزانية رقابية، ميزانية البنود الحالية. الميزانيات التنموية معروفة، وهي ميزانية البرامج والمشاريع وميزانية الأداء، وهي التي الآن معتمدة عالميا. ولو اعتمدت يعني ميزانية تنموية وميزانية مثلا برامج ومشاريع، لا استطعنا أن ننفذ بعض المشاريع بأسرع من الوتيرة الحالية، لأن المشاريع الآن لأنها بنود وأبواب، يعني الباب ممكن الباب الرابع يكون المشاريع، ولكن أحيانا يكون الأرض في باب آخر والتجهيزات في باب أيضا آخر، لأن هناك أربع أبواب وهناك فصول وهناك بنود كثيرة، ولا يمكن تنفيذ المشروع لأنه موزع على عدة بنود، ربما يسقط أحد البنود سهوا ويتعطل المشروع عدة سنوات. وهذا الحقيقة ما كنت أقصده، من أنه المسألة يجب أن ينظر إليها يعني كاملة، وليس فقط يعني على مشروع أو تجزئة مشروع، وإنما المشروع يجب أن يكون متكامل. أما خلق الوظائف، فطبعا المشاريع هذه الهدف منها هي زيادة رفاهية المواطن وخلق وظائف وتسهيل الحياة وتنشيط التجارة والاقتصاد. ولذلك إذا كنا نسعى إلى التوظيف، يجب أيضا أن يعاد هيكلة الاقتصاد السعودي. يجب أن نركز على المشاريع التي تسمى ليبر انتنسف أو التي تخلق عمالة، وليس المشاريع التي تسمى كابيتال انتنسف أو كثيفة رأس المال. مثلا ممكن مشروع واحد كثيف رأس المال، مصنع من المصانع لا يوظف إلا 20 أو 30 موظف ورأس ماله أكثر من 15-20 مليار، بينما مشروع رأس ماله مليار واحد ربما يوظف الآلاف. مثلا المشاريع التي تخلق عمالة كثيرة هي مشاريع النسيج ومشاريع قطع الغيار والمنشآت الصغيرة وكثير من المشاريع المعروفة بأنها ليبر انتنسف أو كثيفة استخدام العمالة. هذه مواضيع متشعبة، ولكن ما دمنا في حديثنا عن المشاريع، أنا أعتقد أن الميزانية المعتمدة حاليا أو التي اعتمدت في المملكة ولا تزال من عشرات السنين، وأنا كتبت عدة مرات في الصحف عن أهمية إعادة النظرة في الميزانية المعتمدة واعتماد ميزانيات تنموية تقوم بتسريع وتيرة التنمية وخلق الوظائف وتسهيل تنفيذ المشاريع، وهذا ما قصدته بالنسبة للميزانية العامة. نعم، شكرا للكاتب الصحفي الأستاذ عقل الباهلي، وشكرا لعضو مجلس الشورى سابقا الدكتور عبد العزيز العريعر، وشكرا للخبير الاقتصادي في المصرفية الإسلامي الأستاذ أحمد ناصر على المشاركة. فاصل ونعود لكم بعد قليل. على متن دراجة نارية عبر 22 دولة من أجل إنشاء مستشفى لمعالجة سرطان الأطفال بفلسطين. جاي 22. أهلا وسهلا بكم من جديد. تتعدد القضايا الإنسانية من حولنا وتختلف طرق التفاعل معها، وإن كان الهدف المنشود هو الأهم، تبقى الطريقة التي نتمكن من خلالها من لفت الانتباه وحشد التعاطف والتضامن بالغة الأهمية. في ثاني تجربة له من هذا النوع، يستعد ضيفنا لرحلة ستأخذه على ما يسمى بطريق الحرير، انطلاقا من دبي وعبر 22 دولة على امتداد 60,000 كيلومتر على متن دراجته النارية، والهدف هو جمع التبرعات لدعم مشروع إنشاء أول مستشفى لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان في بيت جالة بفلسطين. معنا اليوم في الاستوديو صاحب ومنفذ هذه الفكرة التطوعية وسام الجوسي. وسام، أهلا وسهلا بك.
اهلا فيكم. انت جاينا من دبي بدراجة ولا؟ لا والله جايين بالسيارة اليوم. سيارة. لا احنا تبغون باك تطبق الموضوع ان شاء الله قريبا. كيف جت الفكرة وحدثنا عنها؟ الفكرة بدأت من 2008 وكنا انا ومجموعة شباب عم نحاول نلاقي طريقة جديدة نحاول نرفع فيها مستوى الوعي ونجمع تبرعات في العالم كله. مستوى الوعي بقضية القضية الفلسطينية والأطفال خصوصا بفلسطين بالشرق الأوسط ممكن تشوفه واصل مستوى كويس والناس عارفة شو اللي عم بصير، بس بالمناطق تاني بأوروبا وآسيا وأمريكا ما في نفس المستوى. فكان كتير بهمنا نحاول نوصل الرسالة ونوصلها بطريقة هم بيقدروا يفهموها أكثر. فطلعت فكرة الدراجة، وأنا صار لي بسوق دراجة حوالي 13 سنة، فكرة الدراجة النارية وإنه نروح نزور هالعواصم واحدة ورا واحدة، نحكي وسائل الإعلام في هاي المناطق ونربط الهدف بنفس الوقت مع منظمات خيرية تحاول هي تستلم موضوع التبرعات والاستفادة منها في قضايا إنسانية. نعم. طيب ونجحتوا في التجربة الأولى؟ التجربة الأولى كانت كتير كويسة. كم جمعتوا من المال؟ أول مرة كانت حوالي 140,000 دولار. وسويتوا فيها؟ كانت لدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بفلسطين بالتعليم خصوصا، لأنه في نقص كتير بفلسطين بمدارس متخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طيب المبلغ اللي ممكن تجمعونه أنتم خلال جولتك هذه الفكرة الثانية اللي هي 22 دولة؟ الهدف بهالمرة نحاول 1,000,000 درهم لبناء المستشفى للسرطان للأطفال، لأنه حاليا بفلسطين ما في ولا مستشفى عام متخصص بالسرطان للأطفال، وهذا بكون أول مستشفى مبنى. طبعا هذا أنا بعمل الفكرة هاي وبربطها مع منظمة خيرية اسمها منظمة غوث أطفال فلسطين، هم اللي مستلمين بناء مستشفى، والبناء المستشفى بدوا فيه يعني طلع الأساسات طلعت والغرف بدها تطلع، بس تعرف مستشفيات اللي هي بدها أجهزة كتير وبدها مصاريف كتير، فعم نحاول نكمل. طب من يرعى حملتك أنت خلال الفترة؟ أنا برعاها بنفسي. فأنا كم تكلفك؟ هاي الحملة يعني بدك تحكي بحدود 60,000 دولار بتكلف. وأنت يعني تعيش في الإمارات؟ أنا عايش في الإمارات. تعمل هنا؟ بعمل هون. وتركت فلسطين وأنت فلسطيني؟ إيه مولود هناك. مولود في فلسطين؟ نعم. أنا تركتها وعمري 2 سنين، وبتعرف الفلسطيني بتنقل يعني عشت في مصر وعشت في الأردن وعشت في الإمارات، بس معظم حياتي في إيش جوارد. الموقف اللي أنا أعرف كثير فلسطينيين تركوا فلسطين ولكن يمكن يعني تعايشوا مع وضعهم اللي في كندا واللي هذا، وبعضهم منسي الموضوع. أكثر شيء ممكن يتكلم فيه القضية نفسها أو زي ما تقولون القضية نفسها مثلا ويتكلم عنها ويسب في إسرائيل وانتهت القصة، بس صح. عمليا ماليا زي ما انت بتسوي ما هو كثير اللي يعملونه. ايش الموقف اللي اثر فيك خلاك انت تتخذ هذا القرار؟ هو الموضوع مش موضوع موقف واحد، بس في عندك شغلات كثير مهمه. اول شيء كيف الاهل بربوا اولادهم، عرفت علي؟ يعني احنا عندنا من الصغر الوالد والوالده كثير كانوا مركزين على موضوع القضيه الفلسطينيه وكيف نقدر نساعد، ويقولوا لنا كيف نساعد وكيف نحط فلوس وهالامور. هي رقم واحد. رقم اثنين، أنا اشتغلت لفترة طويلة وكتير قابلت ناس من فلسطين كان يجوا ويعانوا كتير. يعني واحد من المواقف، إذا بدنا نذكر موقف معين، مواقف كتير أثرت فيه، أب بنته جابت الأولى تقريبا على من الأوائل 10 الأوائل على فلسطين، وقال لي تمنيت لو رسبت عشان ما معي فلوس أحطها في الجامعة، قليل ما كان ضمير أنبني. يعني موقف مثل هذا كتير بأثر فيك، بصير بدك تعمل أي شيء لحاول تساعد، ومن هناك كتير زادت الأمور. بس كمان إحنا واحدة من الأشياء اللي بنهدفها إنه ما بدنا بس نحكي، بدنا نفعل. صحيح. وبدنا نشتغل عشان هالمواضيع. بس نعم. كيف تفاعل الدول اللي تمر مع هذا الموضوع؟ كيف يتم استلام المبالغ؟ المبالغ في طريقتين. يعني في طريقة أول شيء الأفراد ممكن تتبرع فيها عن طريق الويب سايت تبع منظمة غوث أطفال فلسطين، هاي دايركت عن طريق كريدت كارد، باي بال، ما أي واحد من الطرق. الطريقة الثانية، الشركات ممكن يحطوا تبرع معين وبالمقابل بنحط علامتهم التجارية على الدراجة. طبعا هاي في شركات بالنسبة لهم بدهم يسوقوا المنتج في أوروبا، مثلا الرحلة الماضية كانت في أوروبا والشرق الأوسط، هاي طريقة كتير كويسة. في شركات هلأ الرحلة الجاية رايحة على آسيا، إذا شركات بدها تسوق منتجها في آسيا بحطها للعلامة التجارية على الدراجة وبنتشر الموضوع في 22 بلد. نعم. طيب الآن أنت راح تبدأ الجولة هذه من الإمارات، من دبي بإذن الله. ومن ثم إلى
نذكر الطريق كله. أي. رح تطلع من دبي إن شاء الله بعشرين أربعة، رح تنطلق لعمان، بعدين نرجع منها للشارجة ونطلع على إيران، ومن إيران لباكستان، الهند، بنغلاديش، بوتان، النيبال، أفغانستان، تركمانستان، طاجكستان، كيرغستان، أوزبكستان، كازاخستان، روسيا، منغوليا، الصين، لاوس، فيتنام، كمبوديا، تايلاند، ماليزيا، وسنغافورة. انت لاحظ في بحر في بعض بينهم. مره واحده، مره واحده بس من هون لايران، بس المحل الوحيد اللي فيه بحر 9 ساعات. نعم. وانت اخذت الموافقات على العبور؟ انا الحين لحد الان عم نشتغل فيهم، انا بدي حوالي 22 فيزا لاقطع هالبلاد كلها، وهلا شغالين فيهم، يعني حوالي خلصنا نصهم تقريبا. نعم، كل التمنيات لك بالتوفيق وسام الجوسي على هذا الجهد، ونتمنى ان شاء الله لفلسطين واهلها الخير دائما، ويعني ان تنجب فلسطين ابناء برره مثلك. تسلم. شكرا لك، نلتقيك ان شاء الله بعد ما ترجع باذن الله. شكرا جزيلا. نعم، شكرا لك. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا بكم من جديد، نتابع جولتنا اليوميه على بعض الاخبار العالميه في هذا التقرير. كشف منظمو مهرجان كان السينمائي الدولي أن المهرجان سيفتتح هذا العام بفيلم مونرايز كينغدوم للمخرج الأمريكي ويس أندرسون، والذي يقوم ببطولته بروس ويلس وبيل موراي. وتدور أحداث الفيلم حول شاب وعشيقته قررا الهرب من منزليهما في نيو إنجلند، مما دفع السكان المحليين لإرسال فرق للبحث عنهما. وقال جيل جايكوب رئيس مهرجان كان أن اختيار أندرسون ليكون مخرج فيلم الافتتاح هو وسيلة لتسليط الضوء على سينما الشباب الأمريكية في أكبر مهرجان للأفلام السينمائية في العالم. المهرجان يقام من 16 إلى 27 من مايو، وسيرأس لجنة التحكيم المخرج الإيطالي ناني موريتي الذي فاز بجائزة صحفة الذهبية عام 2001. بعد 10 سنوات من تقديمها لأول أدوارها السينمائية في فيلم كروس رودز، يبدو أن عودة النجمة بريتني سبيرز إلى عالم التمثيل باتت وشيكة، إذ أعلن المخرج كريس مارس بوليرو أن سبيرز ستشارك رسمياً في إحدى الأفلام الذي يعمل على تنفيذها. وأعلن مارس الذي تعاون مع بريتني سبيرز سابقاً وأخرج لها شريطان مصوران وهما وانا جو وكريمينال عبر صفحته على موقع تويتر قائلاً: سأقوم بالتحضير لعدد من السيناريوهات، وستظهر بريتني في عدد من تلك الأعمال. الجدير بالذكر أن وقوف بريتني سبيرز أمام كاميرات السينما لن يكون قبل عام 2013، وذلك لإعلانها التوقف عن ممارسة أي نشاط فني هذا العام تحضيراً لزفافها المرتقب من صديقها جيسون تراويك. وإلى جدة، الحديث عن جسور المشاة في مدينة عريقة، ومدينة عريقة مثل جدة يجعلك تشعر بالأسى والحزن، لأنها الحقيقة لأن جدة لا تستحق إلا أن تكون جميلة وكل ما فيها جميل، ولأن الجسور وسيلة من وسائل السلامة التي يحتاج إليها الناس لحمايتهم والحفاظ على أرواحهم من حوادث الدهس، ولكن واقع الحال ليس دائما بهذه الإيجابية. كاميرا يا هلا وقفت على وضع هذه الجسور ونبض الناس مع صبري باجسير، نتابع. نتحدث عن جسور المشاة فنحن نتحدث عن سلامة الأرواح، ومن أجل هذه الأخيرة أقيمت هذه البدائل الآمنة لقطع الطريق في الأماكن الحيوية التي تستوعب جنباتها كثافة سكانية عالية أو حركة دؤوبة مثل المدارس والأسواق والمجمعات السكنية، ولكن واقع الحال لهذه الجسور لا يعكس ما يجب أن تكون عليه لحفظ الأرواح في مدينة تعج بحركة المركبات ليل نهار، فعددها الذي لا يتجاوز 20 جسرا لم يعد يلبي الحاجة المتزايدة لمدينة مترامية الأطراف تجاوز عدد سكانها قرابة 4 ملايين إنسان، بل وتعاني من تدني أعمال الصيانة والمتابعة، ما جعلها محط الانتقاد، وربما عزف الكثير عن استخدامها لبعدها عن الأماكن التي يجب أن تكون فيه.
والله هو الموجود الخير والبركة، يعني حنا الطلاب نطلع فوق الجسر، عمالة كثيرين اللي يطلعوا فوق الجسر، هذا مو واحد ولا اثنين. وقبل ما يكون الجسر كان فيه حوادث باستمرار، كل يوم حادث أقل حاجة، يعني بعد ما شالوا العمال الخشب اللي هنا، ويا ليت قفل الكوبري وصلحوه أهل الحي. تقارير صحفية أشارت إلى نية الأمانة إنشاء 17 جسرا جديدا للمشاة سيتم تدشينها في الفترة المقبلة، حيث تطرح كفرص استثمارية للشركات الراغبة بالاستثمار، بعد أن تحول الكثير منها إلى واجهات إعلانية تحقق الكثير من المردود المالي. ولكن ثمة تساؤلات متزايدة حول عدد هذه الجسور قياسا بكبر حجم المدينة، بالإضافة إلى مواقعها التي يرى البعض بأنها توضع في المكان الخطأ. ما بتخدم كثير بسبب يعني أماكنها بعيدة عن الكثافة السكانية، لو كانت أنفاق ممكن يكون أفضل، أما السلاليم حسب علمي وحسب ما أشوفه يعني ما حد يستخدمها كثير، علوها أكثر من اللازم، طول مسافتها كبيرة جدا. فأفضل أنه في كل مكان فيه الجسور هذه، فأغلب برضو عندنا طريق المدينة، أنت تلاحظ أكثر الناس بيقطعوا من غير جسور. مشكلة أخرى يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة في التعامل مع جسور من هذا النوع غير مهيئة لعبورهم بسبب السلالم المرتفعة وعدم وجود مصاعد أو سلالم كهربائية تساعدهم على الحركة، مما يحرمهم من الاستفادة منها، علاوة على غياب الرقابة على هذه الجسور وتعرضها للعبث والتخريب، ما جعل بعضها في حالة مزرية. والله صراحة مو كثير، صراحة جسور المشاة ما منها فائدة كثيرة، لأنه أغلب الناس صراحة الجسر يبعد عنك 100 200 متر والناس كلها تعبر من تحت الجسر يعني صراحة. وأنا أشوف أنه يعني نوعا ما أغلبها قديمة وذا، ومواقعها برضو ما يديك المواقع، يعني أغلب الناس يعني يكونوا متجهين في مركز وهي بعيد عن المركز اللي بيطلع منه، وعشان كذا أطلع فيها دائما. رغم كل السلبيات التي تحيط بجسور المشاة في مدينة كجدة، إلا أن هناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق الناس الذين يتكاسلون في الحفاظ على سلامتهم ويعزفون تماما عن استخدام مثل هذه المنشآت في عبور الطريق. لبرنامج يا هلا، صبري بيجسر، جدة. شكرا صبري على هذا التقرير، أتمنى المسؤولين في جدة يتنبهون لهذا الأمر. فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. ونختم أخبارنا مع سوالفنا الفنية لهذه الليلة، نتابع. احتضن المسرح الوطني في مدينة أبوظبي مهرجان أبوظبي الدولي للكوميديا، والذي يعد من أضخم مهرجانات الكوميديا في المنطقة، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن أحمد بن حمدان النهيان، ويشارك فيه نجوم من 8 دول هي الإمارات، مصر، لبنان، وأمريكا، والفلبين، وإنجلترا، والهند، وكندا. كنا نبغى نسوي المهرجان هذا بشكل مختلف ويكون يعني يونيك عن باقي المهرجانات والأحداث الكوميدية اللي تصير، فنظمنا المهرجان هذا معاهم بشكل أننا نجيب كوميديين من برا لهم حضور حلو في المنطقة لكن ما قدموا مع بعض، فالاندماج هذا كان الكوميديين كان وايد حلو. لأن الحين في الكوميديا لما نقدم العروض الكوميدية إذا بس ركزنا على أن نحط على بلاد ثانية أو الناس الثانيين وقتها يصير في يمكن حساسية شوية. الكوميدي دائما لازم يتكلم عن نفسه وعن خبرته هو. I've been working really hard on learning Arabic or rather Arabic. So this is what I got. مرحبا. إن شاء الله. شكراً. عفواً. ويضم مهرجان أبوظبي الدولي للكوميديا ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية، ومنهم نمر أبو نصار من لبنان، وعلي السيد من الإمارات، وغيرهم من النجوم.
ليؤكد المهرجان أن الضحك هو الوسيلة الأكثر جدوى وجدية في التعامل مع إيقاع الحياة المتسارع والمتغير ومواجهة المواقف المحرجة أو المحزنة أحياناً، وبالتالي يساعد على إخراج الشحنات النفسية والطاقات الداخلية الموجودة لدى الإنسان. كان هاي أول مهرجان بيعملوا كوميدي بأبو ظبي، سو بالنسبة لي أنا يعني فايت على مهرجان كوميدي وين ما كان، بالأردن، بالسعودية، بلبنان، بأمريكا، بأوروبا، بس هاي أول مرة كان بأبو ظبي ورهيبة كانت، انبسطت كتير. أبو ظبي بحبها كتير وشعب أبو ظبي بحبهم كتير كتير كتير، سو كان كتير مبسوط، كان في لبناني وناس من أبو ظبي وناس من مصر ومن فلسطين، يعني كان الجو كتير مميز. But I hate telling jokes to Arabs. How many Arabs in the audience tonight? Like I was saying, I love telling jokes to Arabs. It's one of my favorite things. You know, when I first told my family that I was going to be a stand-up comedian, they got like this. They were all, you are funny now. Tell me a joke, make me laugh. The audience today was fantastic. A lot of Lebanese in the crowd for Nimr, so we had a very Arab audience, which was very good. They were very responsive, and they seemed to be participating, which is always important with a crowd, whether it's small or whether it's big. As long as they participate, and as long as they give you feedback and talk to you while you're on stage, that's always goes well. وصلنا لنهاية حلقتنا، نلقاكم غدا في أمان الله.